الدوري هيخلص امتى؟ انا بقى اسالك في كل الحاجات لان طبعا في ملفات يعني ممكن المهندس حسام الزناتي اكتر واحد يعني يرد عليك تحديدا، بس انا اعتقد ان هو يعني ان شاء الله وفقا للامور الطبيعيه. انت كل يوم عندك بيحصل حاجات طبعا، ف يعني الامور الطبيعيه بتهيألي في 11 ليه توصل 11. ليه توصلتوا لانه الاحسن انك الدوري ده يكمل، مش انك تقطع الدوري ده وتبدا دوري جديد مع المواسم اللي بتبدا بره في اوروبا خلاص الايام اللي جايه. بص الموضوع ده فيه تفاصيل كثيره قوي. في الاخر الفيفا يمكن لما بعت لنا بعتت العالم كله قالت ان قرار عوده النشاط ده قرار راجع الى الحكومات، ودي اول مره تحصل يعني. ماشي. ويمكن في بعض الناس طلعوا مسؤولين للاسف يقول لك ده تدخل. يا جماعه انتوا ما قريتوش الجواب حاجه يعني، يعني عيب ان يطلع كده المسؤول وهو ما قراش المعلومه يعني. فطبعا ويمكن في مؤتمر حضروا طبعا السيد وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف والسيد وزير الاعلام بحضور استاذ عمرو الجنايني، تم اعلان يعني بروتوكولات من ضمنها عوده نشاط كره القدم وبالتحديد الدوري المصري. ماشي. الممتاز يعني. ماشي. الموضوع كان واضح جدا. حلو. فانت عندك في حاجات الحكومه قررت، فانت بتبتدي تعمل تدابير سواء في وزاره الصحه لها التدابير الصحيه والاجراءات الصحيه، وانت عندك الاجراءات الفنيه اللي انت مسؤول عنها في تنظيم المسابقه. ماشي. بس مصير الكاس ايه؟ هيتلعب باذن الله. امتى؟ بعد الدوري على طول ان شاء الله. يعني بعد ما الدوري يخلص؟ ان شاء الله. اه. طيب عندك مشكله تانية السنه دي او مش مشكله، خليني اعرف منك هي مشكله ولا لا. الفرق اللي هتشارك السنه الجايه في افريقيا، خلي بالك احنا ساعدنا في حته بس عايز اقول لك عليها، احنا ساعدنا عليها التاجيلات اللي احنا كنا متوقعين ان يحصل تاجيلات من افريقيا. اه. فحصل. كاس افريقيا تاجلت وده طبعا حاجه كويسه. كاس عالم عسكري ان انت كان عندك تفاصيل كتير، عندك كاس عالم عسكري في شهر 2. حلو. افريقيا في واحد. واحد. عندك تصفيات كتير، عندك تجمعات لمنتخبات، اجندات دوليه، فالكلام ده كله اما بيريحك بتقدر انت تبص للسنه دي والسنه الجايه. انا اسف ان قطعتك بس لا خالص خالص. صح صح. طيب الفرق اللي هتشارك السنه الجايه في افريقيا، انت دلوقتي انت متاخر، انت يعني الدوري عندك يخلص في شهر 11 وعندك امور كتيره الله اعلم هتخلص ازاي، هتختار الفرق ازاي، مين هيشارك في افريقيا، مين هيشارك في الكونفدراليه، مين هيعمل ايه، انتوا هتعملوها ازاي؟ بعتنا الجواب طبعا. انا الكلام ده احنا ممكن فاتحينه من فتره كبيره جدا. أوه. جدا يعني من قبل ما نرجع النشاط الموضوع هيبقى ماشي ازاي، اتكلمنا في الحته دي، وطبعا دي مع المهندس حسام الزناتي. واحنا كلجنا قلنا كذا سيناريو. ماشي. فطبعا الموضوع ده ما اقدرش ادي لك يعني اقول لك اي سيناريو من السيناريوهات لغايه ما يطلع بشكل رسمي. بس احنا طبعا الموضوع ده تم دراسته ودراسته بشكل محترم جدا وتوصلنا الى قرار يعني.